الوزير هذا واش بغى يقهر الشعب منين تيقول ولاد الشعب هاد الهضره هادي؟ انا عندي فلوس كنقريو ليدي ومساكن ولاد الشعب فين غيمشيو؟ بالنسبه للوزير ديال العدل اللي هضر، المهم هما راه لاباس عليهم، وماشي لاباس عليهم كانهم عندهم الفلوس، هما اصلا داو فلوس الشعب باش ولاو لاباس عليهم باش يصيفطوا ولادهم يقراو برا ويديو شهاده عليا ويوصلوا. وحنا ولاد الشعب راك عارف بغاو الزمونه، ماشي بغاو الزمونه، الزمونه ومرضونا وسخفونا في هذه البلاد وخلاونا، حيت حنا ولاد الشعب فهمتي، والدينا فقراء ماشي فقراء، المهم في المتوسط بقاو قريونا وقرينا الحمد لله وتقاتلنا، ولكن باش دير بلاصتك معاهم خاصك بزاف فهمتي، خاصك كما تيقولوا ولاد الشعب خاصك باك صاحبي والمعرفه. وانتم اخويا راه عندكم العاقه قريتوا ولادكم في اوروبا، وانا اللي بغيت نعرف هو علاش كتقراو ولادكم في اوروبا؟ ياك قلتوا المغرب زوين وفيه القرايه زوينه، علاش كتمشيو تقراوهم تما في اوروبا؟ ياك القرايه كاينه في المغرب، علاش انت كتقراو ديك في اوروبا وحنا تنقراو هنا؟ يعني في هذه النقطه يعني راه التعليم ناقص، ونزيدك حتى العلاجات كديو ولادكم تعالجوا في اوروبا وفي فرنسا بالضبط وحنا كنتعالجوا هنا، يعني حتى الطبيب ولا ضعيف. ولا نقول لكم هو حتى عند الله ان شاء الله وغادي تخلصوا ان شاء الله. واش غادي نقول لك اختي، ديك الطريقه شفناها صراحه طريقه عندها جوج ديال الاتجاهات. هو ما هضرش بصفته وزير العدل في سميتو بهذيك الطريقه، هو هضر بصفته سيد لاباس عليه ميسور الله يكمل عليه، ما عندنا ما نديرو ليه. غير هو عاوتاني تيقيس الشعب، تيقيس وشي بحال تيقول زعما راه خصك الفلوس الا بغيتي تقرا، هو في العكس خصو يقول راه خصكم تقاتلوا، خصكم ديروا العقل وخصكم تقاتلوا في المدارس ديالكم باش توصلوا. واخا هنايا في المغرب راه حتى في المغرب شوفي راه من المغرب خرجوا بزاف ديال الدراري رائعين. انا اتذكر لما كان يدافع بحرقه في البرلمان عن قضايا المجتمعيه، والان يصرح هذا التصريح مستفز جدا، و تضايقت لما اطلعت عليه. ما دام هو مسؤول عن وزارة التعليم عمومي وخاص ولا يقتنع غير مقتنع بهذه المدرسة، إذا لماذا يأخذ مال عام وهو غير مقتنع ومسؤول عن قطاع لا يؤمن به؟ إذا هذه الظاهرة تكاد تكون عامة. إذا هذا المسؤول الذي يقول إن أباه يعني هو خلص فلوسه باش يمشي ولده يقرأ في المونغير، واللي ما عندوش دراسة هذا لاباس عليك بصح، ولكن في الكونسيونس اللي ما عندوش لي مويان باش يسافر هذا من كندا ويسافر عند الناس تفهم الناس في القضاء والناس اللي كيفاش يمكن يحترموا تفهم فرصة باش يقطعوا مزيان ماشي في كندا غير في المغرب، ويوصل لهم المدرس يدير لهم الطريق باش يقريو هما الليلين بنت الاعداديات باش يقراو في الاعدادي تكون امكانية ما يمشيوش للمدير ما عندهمش امكانية باش يمشيو. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.